مرحبا، اليوم في بنالتي مهاجم قناص وصاحب الهدف التاريخي المؤهل لكأس العالم 86 الكابتن كريم صدام. هو من مواليد 26 من مايو 1960، لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق لكرة القدم، والذي تتذكره الجماهير من خلال هدفه الحاسم في مرمى الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم 1986، ذلك الهدف الذي جاء في الوقت القاتل ونقل العراق إلى المرحلة النهائية المؤهلة إلى المونديال. كابتن كريم، حقيقة سعيدين بتواجدك، شرفتنا. الله يبارك فيك. شكرا. أهلا وسهلا بك من بغداد إلى أربيل. الله يعطيك الصحة والسلامة. أنا سعيد جدا بتواجد وياك الإخوان. إحنا صارنا فترة أنا وياك ما ملتقي. فعلا صحيح. لكن أنت كل مرة تزيد هيك ألاق وجمال حقيقة بدون مجامل. يعني من لطفك. الله يبارك. أهلا وسهلا بك كابتن حقيقة. وإحنا يعني حقيقة دائما نرتقي أنه نلتقي مع الأبطال واللي أصحاب التاريخ الكبير، وأنت أيضا من ضمن الأبطال ونجومنا الكبار اللي قدموا للكرة العراقية الكثير. الله يسلمك تسلم. أريد أبدي من الأخير. نعم. وين اليوم كابتن كريم؟ أنا حقيقة سعيد بلقائك. حبيبي بلقاء الأخوان. الله يعطيك الصحة والسلام. أنا حقيقة مشاهد على الوضع الرياضي، لأن الوضع الرياضي الآن معقد، الوضع مو سهل مثل ما السابق. نعم صحيح. يعني وجود هالإعلام والتواصل الاجتماعي. ويمكن تعرف انت حضرتك لاعب منتخب ونجم واسم، انت الان بالوضع الاداري ما ممكن تضيف اسمك اكثر، ربما ياخذ من جرفك، يعني يجوز كثير من الجمهور ما متابعك او ما مشاهدك او ما يتذكر تاريخك والقلق اللي كنت فيه انت. الاجيال تتغير. اي فالان يجيك مثلا مع جل احترامنا صحفيين اعلاميين ما عندهم فكره على تاريخك ووضعك، ويجي يقيم وما يعطي قيمتك الحقيقيه، فانت ما محتاج هذا الموضوع. لذلك أنا قريب على نادي الزوراء، مستشار الآن مع الكابتن فلاح حسن بإدارة الزوراء، ونتابع المشهد يعني فقط ما نشارك. ليش الكابتن كريم بدأ كمدرب وبعدها اختفى تماما عن التدريب؟ وشوف التدريب بيد الآخرين، بيد الإدارة. أنا بالعكس أنا عندي رغبة أشتغل بالتدريب، لأن التدريب هذا بإرادتك، يعني ممكن عملك يوضح. ممكن العمل الإداري أنا ممكن أرشح مع الكابتن فلاح والإخوان بالإدارة، دائما يطرحون علي هذا الموضوع. العمل الإداري متعب بعدم توفر الاموال، اللاعبين ما عندهم، احيانا اللاعب ما عندهم التزامات مع الادارات، هذه كلها امور ما تشجعك انه تستمر بهذا الموضوع. وقلت لك لربما ياخذ من وضعك، ياخذ من تاريخك، انه ما تنجح بصفقه، ما تنجح بموضوع، فريقك ما يتوفر، هذا كله يكون انعكاس. انت عملت كمدرب بالطلبه؟ طلبه انا اول تجربه لي، يعني بديت مدرسه عم بابا الله يرحمه. نعم. وبعدين صارت فكره الكاظميه. تبدا كنت مساعد كبداية تدريب؟ أنا أتكلم بداية تدريب، لا يعني مدرسة عم بابا هي مدرسة الأولى، يعني مع الكابتن عمو بابا الله يرحمه. بعدين صارت فرصة مع الكاظمية، وفرصة مع نادي الحلة والزاخة، وبعدين التجربة الحقيقية كانت مع الكابتن أحمد راضي الله يرحمه، أنا وكابتن شاكر الشرطة. بالشرطة. نعم. وبدنا نحقق بطولة النخبة، وكان عندنا نتائج طيبة في 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 الدوري. ما استمرت مع الأسف، موسم آخر ما استمرت التجربة. صحيح. وبعدين صارت فرص إنه أدرب الزوراء، ودربت نادي الطلبة من اللي يعني فرق فترة قصيرة. فترات قصيرة. نعم. نعم. التدريب يراد كثير. تحب التدريب كابتن حقيقة؟ تحب التدريب؟ لو بعدين شفت أن المهنة متعبة بس مو عن الفرق الجماهيرية. أها. الفرق الجماهيرية مضغوطة جدا، يعني شوف الطلبة شرطة زوراء جوية. النتيجة مضغوطة، أي دور النتائج بغض النظر. واحيانا قلت لك كجمهور ما يعرف تاريخك كلاعب، كيف قدمت النادي. يعني تشوف هسه مثلا برا تاريخ اللاعب يسعفه او يشفع له انه نبغى تخطا، نبغى كذا. والمشكله يعني شوف احيانا من ست تجربه مدرب غير، يعني انا احكي تجربه الزوراء. نعم. يجيك انت لعبت الزوراء عرفت. نعم. يجيك مدرب مثلا من الطلبه او من تاريخ السابق ما يعرف شو اسلوب الزوراء بحيث يتناغم مع الماضي. وهنا المشكلة. لذلك شوف هسه مثلا قبل مثلا الزوراء مدرسة، الطلبة مدرسة، الشرطة. صحيح. من ولدهم صغار ساعدوهم خرجوهم، فتطلع اسلوب معين واحد. الآن اختلفت آلية التعامل، الاحتراف الغير مدروس انه الدورة النتائج فوق المستوى، وانعكس هذا على المنتخبات الوطنية، لأنه فقط النتائج الإيجابية بغض النظر عن طريقة اللعب هي اللي تبقي. بس انت لعب كرة حلوة، فريقك منظم وتخسر خسارتين، خلاص تطلع عاوت. ليش ما عدنا انتاج للاعبين رغم انه البلد لديه مواهب كثيره وكبيره، يعني وممكن ان توسم خير بالمستقبل، لكن انتاج ضعيف للاعبين ونوعيه اللاعب. كابتن التخطيط،
مع الأسف ما عندنا بعد نظر للموضوع. بعد ما عرفت حضرتك بره 2003 لغت هاي الفئات العمرية اللي أثرت عليهم بشكل كبير. يمكن قبل سنتين أو ثلاثة بدأ هذا الموضوع وبدأ فقير، بدأ بدون معطيات، بدون أسس نجاح لهذا الموضوع. يعني شوف في ترضي لك مدرب روح على الفئات العمرية بغض النظر عن مهارته، عن فكرة تدريبك. نعم هذا مشكلة، ما يعطيك إنتاج بحيث أنت كفريق أول تستند عليه. أنا ما أحكي لك قاطع، أكو نماذج بس لا، أكو مدربين فئات عمرية متميزين عندهم حضور أخلاقي، عندهم حضور فني، فهذه المعطيات الحين ما يتوفر بسهولة بعض الأندية، فهذا أثر بشكل. لذلك المواهب عندنا بالفطرة، هسه تروح باي فرق شعبيه تجاسه كثروا على لاعبين بالفطره عين. انا اروح فرق شعبيه اتابع دائما، يدعوني الى مباريات نهائيات او افتتاح، فتشوف اكو مواهب. بس هي المرحله الاخرى شلون؟ انت ممكن توصل نجم بس تقدر تحافظ على نجومتك بهذه الفتره؟ هنا تكمن المشكله. انا اريد ابقى بهذا الخط، زمن جيلك والاجيال اللي متعاقبه واللي قبلها كان بالمنتخب ممكن 8 مهاجمين، صح 7 مهاجمين فعلا، وكلهم في انديتهم هم نجوم وهدافين، ويجون المنتخب طبعا يختارون واحد او اثنين. هذه العمله اللي المفروض احنا دائما نحتفظ بها او يعني خلينا نقول يعني نكبرها، ليش الان ما موجوده؟ ليش هذا المركز الهجوم بالتحديد يعاني؟ وفعلا يعني شو هسه مثلا انا شكلت تجربه الزوراء عانين العام 2 مهاجمين، الزوراء اللي هو مشهور بالتسجيل ومشهور بالنتائج الكبيره بدون مهاجم. الشرطه كذلك الفرق تعاني مركز الهجوم، شو هو ترجم جهود الفريق لاهداف. نعم انت حضرتك حارس مرمى قريب على المهاجم الخصم، فنوبات يصير عندك توجس من لاعب معين لانه تحس في اي لحظه يسجل. نعم عنده حس تهديفي، عنده روح. هذا عزيز لقله التدريب. تدري الآن التدريب علم ليس بالاجتهاد، عندك مهارة فردية، عندك شلون أطورك، شلون أخليك تتمركز، شلون أدربك. إحنا كنا مثلا نتدرب ورا التدريب، أنا وكابتن أحمد الله يرحمه، وكان يا سعد عبد الواحد كذلك وسعد عبد الرحيم، كنا نبقى ورا الفريق تقريبا نص ساعة 3/4 ساعة فقط على الجول. لا مدى لحظات التدريب الفردي، التركيز على الكرات المشتركة، الكرات العالية، الكرات الثابتة. يعني الآن الكرات الثابتة ما عندنا حد يعني بحيث تحس إنه هذه الكرة ثابتة راح يسجل. يعني كان أحمد الله يرحمه كرة ثابتة، يعني ماكو نعرف المركز، لا أكو اختصاص مثلاً، ماكو اختصاص بضربات الرأس، ماكو في التدريب الألعاب الأكروباتيكية مثلاً، كل هذه الأشياء بدأت تختفي. يعني وإن وجدت يمكن تشوفها عند واحد أو اثنين ويختفي بعدها. الظهور هذا الوقتي والاختفاء، يعني كابتن كريم صدام اللي هو صاحب واحد من خلينا نقول الذكرى الجميله اللي ذكر علاقه، هو الهدف المؤهل لكاس العالم، شلون يشوفه؟ وين ممكن نوصل احنا؟ هل الكره العراقيه راح تبدي تعاني اكثر بعد النتائج الاخيره اللي اللي اللي, اللي شاهدها الجميع؟ طبعا شوف اي عمل فني اذا ما يكون ملازم للعمل الاداري صعب. الان احنا شو بدنا نعاني من مدرب، لحد ما مسمينا مدرب، تسميات المدرب يعني سمي الان اخواننا المدربين على الفئات العمريه. نعم الفئات العمريه يعني شوف الاعلام مدى يعطيهم فرصه، يعني شوف التسقيط مباشره الجانب السلبي يشوفون الجانب الايجابي. فنتمنى انه هذا الموضوع الاعلام عنصر مهم ومؤثر يدفع الشخص او المدرب نحو الامام، من يصير انتقاص انه ياثر سلبا على الكره العراقيه. فالإعلام الآن بقى يلعب دور أكثر من الماضي. أتمنى من خلالكم أنه الإعلام يدعم المدرب المحلي لأنه عنصر أساسي. والعامل الإداري شوف ضعف التسمية، يعني شوف ضعفها بعدم اتخاذ القرار الجريء، أنه دائما يحسبون حساب الإعلام يتوجسون، هذا ينزلون الاسم بالبداية يشوفون ردة الفعل بعدها. هذا التخبط هو هذا السلبي، المفروض اتخذ قرار من قناعة. كابتن وجهة نظرك أنت كنجم كمدرب وإداري أيضا، قضية هذه التبادلات بين المدربين بين الأندية الجماهيرية هل هي صحية؟ لو هي يعني خلينا نقول يعني ما تنطي فرصة للمدربين الآخرين أنه أيضا يعني يأخذوا مهمة تدريب الفرق الجماهيرية، ولا المدرب الفريق الجماهيري ما يحب يجازف المدربين شباب؟ هذا خطأ أكيد. يعني دور المدربين يعني مع جل احترامنا، شوف كابتن أيوب أكثر مرة درب الزورة، درب الجوية، كابتن راضي، كابتن باسم، يعني هذا التدوير بين الفرق الجماهيريه، لانه من الصعوبه تدربهم.
نشوف يعني دائما يكون سلبي الجمهور، لو تفوز يجيب المدرب كبير يتحمل هاي الضغوط، شتم والسب هذا ما يعطيك فرصه. انا صارت لي فرصه دربت الطلبه ودربت الزوراء مثل ما قلت حضرتك، بس ما في كسر انه هذا يعني هذا الانتقاص من شخصك كمدرب، ينسون تاريخك كلاعب ولك فضل على النادي، هذا يقلل يعني من حماسك. معناها ما نحصل على تطور، مو هي راس ثقافه يعني ثقافه يعني الجمهور. انا ما اقدر اجيب مدرب شاب لان اخاف الجمهور ينضغط ما يقبل على النتائج، ينضغط والجمهور الان دوره اكثر من السابق يعني تدخل بالاداره. طيب هذول كل المدربين بدوا شباب قبل بدوا في فتره افضل من هاي الفتره، ممكن يعني تدخل الجمهور اقل. صحيح الان الجمهور يعني بعض الادارات شايفه حضرتك انه هذا المدرب ما يريده خلاص قفلوا عليه ما يريده، بينما وين رؤيه الاداره؟ اكو اداره رؤيه فنيه المفروض. انا مع جل احترام المشجعين رائعين وهم عنصر اساسي في نجاح كره القدم. صفتك مستشار، انا اكيد ما احب اثر على عملك، لكن انت صفتك يعني مستشار في نادي الزوراء، هل هناك كلمه مسموعه للكابتن كريم؟ هل هناك راي انت قد يكون معارض لسياسه اداره النادي واخذ به، ولا انت مستشار كتسميه فقط؟ لا لا بالعكس، ان رايك السنه مثلا الكابتن ايوب هو جاب اللاعبين، لانه تعرف يعني هو كمدرب السنه الماضيه واللي قبلها كان انه راي باستقطاب اللاعبين وبعد بعض اللاعبين، وانت كمستشار تعرف دورك وين حتى تكون محترم رايك اكيد والى الى حدود عملك. الان موجود كابتن ايوب هو مع الكابتن فلاح، اتفقوا على اسماء، بس انه راي بعض اللاعبين اكيد انه راي يعني مرات الكابتن ايوب هل يستدعي كابتن كريم مثلا في بعض الاوقات؟ نحن نتواجد على طول. اي لا يعني مثلا يجي كابتن ايوب يقول يعني كابتن كريم شنو رايك فلان؟ لا كابتن ايوب لا، انا مع الكابتن فلاح مباشر مع الكابتن فلاح مثلا استقطاب لاعب نبدا راي نبي، هل انه وفق في هذا الدوري او كان ما بمستوى ابعاد اللاعب احيانا، هل انه براي، هل انه ممكن يستبعد او يبقى، نسبه الايجاب نسبه السلب بهذا الموضوع. فاحنا دائما نتواجد بالنادي يعني مو بشكل رسمي، يعني احنا عندنا تقريبا يوميا تقريبا تواجدنا بالنادي، فتطرح تدري هذا الموضوع الرياضي ينطرح مثلا لاعب راح يبعد نبدا راي، احيانا نختلف احيانا نتفق احيانا نتخاصم بعض اللاعبين. صحيح. بس تبقى هي العلاقه مصلحه الفريق اكيد يعني مصلحه عامه، نوبات تصير نوبات تخيب. بس تدري احنا شنو ممكن الزوراء هو اكثر الاجواء النقيه قياسا بباقي مع احتزازي واحترامي للانديه الاخرى. شوف هي موضوع الشفافيه، وتحس اللي مقابلك هدف المصلحه، من يختلف ويا كابتن نور على مصلحه عامه هذا ما يفسد ود قضيه، بس من اختلفك على موضوع خاص وعندك هدف شخصي احس لي وراء هالموضوع لا انا لا لا نوقف لا نختلف. صار شوي ويا الجمهور بعض التجاذبات الجمهور يريد نتائج ايجابيه. نعم وهذا مشكله. المفروض واحد يصبر، المفروض خاصه السنه الماضيه زوراء ما ادى. هو شوف لو تشوف المرحله الاولى كان فريقنا جيد. نعم. بس بعدين المرحله انتكس بعد ما كابتن عصام راح، جاء ايوب يعني غير شوي استراتيجيه الفريق يعني سياسه اللعب. نعم تعرف اللاعب متعود مرحله كامله على اسلوب مدرب عصام، فمن جاء ايوب يراد له فتره يتاقلم رغم انه كثير من اللاعبين وياه. بالاضافه لذلك يعني احنا نقدر الحظ احيانا كثير من اللعبات كان المفروض نفوز بها خسرنا او تعادلنا. كابتن اذا اريد شوي اعرج على بداياتك كلاعب، يعني البدايه كانت من الصناعه نعم. وانت بعدين بالاخير رجعت للصناعه رجع كانت للصناعة. يعني اعتزاليتك او الموسم الاخير كان بالصناعه فعلا. صحيح. اريد شوي تحكي لي عن البدايات رغم انه هو سؤال كلاسيكي بس لا عند الجمهور ايضا يحتاج. أي الجيل الجديد يحتاج. الجيل الجديد صح. انا بديت خطي مدرسي يعني شوف كانت الرافد مهم من الرياضه المدرسيه بالعراق كانت كلش مهمه وخرجت كثير من النجوم. بالضبط انا سيرت فيه من خلال الرياضه المدرسيه يعني كنت باعداديه الثوره يعني بدايه ذات الصواري كنا نلعب بالابتدائيه بعد ذاك بالثانويه يعني المتوسطة والثانوية بالإعداديات كنا أنا وناطق كريم زام شاكر محمود نعم ومن ثم منتخب تربية ومن ثم منتخب مدرسي. شوف هذا خطي منتخب مدرسي كنا منتخب مدرسي كان يشارك حتى خارج العراق. بالضبط أخذنا بطولة إحنا بال 79 بال 77 أخذنا البطولة المدرسية يعني أنا وناطق ومناضل وكثير وصدام وكثير من النجوم تحية للكل المنتخب. بالضبط أيه. نعم. بعد ذلك انتقلت بداية الصناعة موسم 80 إلى 81 بديت أول خطوة لي كلاعب محترف يعني تاخذ مقابل مادي أمامهم بال 80 يعني لعبت بالنادي الصناعة بداية. كابتن يمكن اللاعب الوحيد اللي أخذت أربع مرات هداف.
اي يعني يقال يعني اكيد هو يقال ويقال لازم تقولي الاحصائي هذه اكيد هو من تواضعك لكن هذا يعني يهمنا هذا جدا. جهد اي فعلا نعم. يعني اربع مرات اربع مواسم كلهن مع الزوره مع الزوره يعني هو شلون تقول اختمرت مع الزوره انا بعد مسيرتي بعد بالصناعه رحت نادي الجيش اخذنا الدوري لاول مره نادي الجيش اخذنا الدوري انا كنت موجود وناطق وحارس هي المره الوحيده اللي اخذنا المره الوحيده بعد انتقلنا رشيد اخذنا دوري كذلك نعم بعد ذلك انتقلت للزوراء هو يعني وهم اخذنا دوري انت ايضا لعبت بنادي الرشيد طبعا اخذنا دوري وقتها كان موسم 84-85 وهذا كان تجمعنا انعكس ايجابا على على منتخب. على المنتخب وعلى النادي اخذنا بطوله اسيويه وبطوله عربيه انديه عربيه نادي حراش الجزائري جل بغداد فزنا عليهم 1-0 فكانت تجربه جيده بس كان اسلوبها كان خطا يعني طريقه التجمع تجميع اللاعبين اثر على الفرق الجماهيريه بس هي كتجربه بالعكس من احسن التجارب مرت بالكره العراقيه فبالزوره جيت مختمر تقريبا فجيت بعد ما كانت عندي اكو قوه اداريه انه تنزل الى فريق ادنى لعبت مع السياحه جيت للزورات موسم 87-88 اول موسم ثاني يعني 88-89 صرت هداف دوري ومثل متوالد 91 كل المواسم كانوا وياك احمد راضي الله يرحمه لا لا بداية ما كان احمد ما كان موجود اي موسم اللي ماكو احمد موسم اللي 91-92 جاء الله يرحمه احمد اخذ هداف دوري يعني تصور احمد الاول انا الثاني ليث الثالث اوه بعد شنو جد نسجل شنو هاي الكميه ماكينه اهداف بالضبط نعم الدوري اللي بعده هم اخذ الدوري يعني كان عندي موسمين قبل موسمين بعد احمد الله يرحمه هذا ما يجي اذا ما عندك انسجام ما عندك يعني عندك فد روح مع زملائك بحيث انت تحس تترجم جهودهم الى اهداف يعني من كان قاسم ابو حمره واحمد جاسم تعرف الحارس من يحافظ على هدف يريد احد يسجله انت ما عرف هاي التجربه من يسجل الحارس انت معنويا ترتفع حتى تحافظ على الهدف اللي يسجل قبل مهاجمه فهذه الروح كانت هي عند الزوراء لذلك شوف الزوراء عنده روح يعني غير كابتن انت طلعت من الزوراء بمشكله مشكلة إدارية مشكلة إدارية يعني رغمت على الخروج من الزوراء نعم. أنا هداف دوري بوقتها عندي 30 هدف نعم بس كان أكو تحس أكو موضوع إداري هو اللي بعد عن الموضوع طيب إحنا راح نأخذك بجولة بشوارع عربي اليوم أنت ضيفنا شرف وأيضا نكمل حديثنا بالجزائر زين أنت مستعد له لا ترى عندنا ضربة جزائر لا لازم داري كنت حبيبي كابتن يلا نمشي إن شاء الله لعب للمنتخب الوطني العراقي للفترة الممتدة من عام 1982 وحتى نهاية مونديال المكسيك 1936 هدفه الشهير يتذكره الآن وفق سيناريو تخيلي لما حدث كأنه الحلم في ليلة بعدها لم ينم كابتن مرة ثانية نرحب بيك الله يبارك فيك وسعيدين شلون الاجواء اول شيء حلو ها طلعناك شوي لا لا ما شاء الله شيء رائع رائع حبيبي كابتن كابتن يعني انا المشكله كل ضيوفي خاصه يعني مثل حضرتك اللي عندهم راي واللي عندهم نظره ثاقبه للوضع بشكل عام نعم راضي على وضع الكره العراقيه لا لا اكيد اكيد نمر في 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 مخاض سيء يعني تنظيميا واداريا مع الاسف يعني مع وجود اشخاص جيدين المفروض وجود نجوم اشخاص نجوم من يعني اللعبه يعني كابتن عدنان يونس مع بعض جل الاحترام البقيه الاخرين غانم نعم بس المشكله هو الظرف بهكذا وضع يعني احيانا تحيط بك ظروف كثيره نعم. اي ما تسهل لك امرك يعني الوضع المادي الوضع الاداري بس كابتن ايضا كان فترات اكو ظروف صعبه نعم اذا كان الظروف الاجتماعيه وظروف البلد ظروف السياسه وايضا لكن الكره العراقيه كانت تقدم نتائج او تحرز نتائج هو مفترق الطرق كان بهاي المرحله الجديده نعم. موضوع كاتانيتش شوف تغييره هي كانت خطوه لو تصيب لو تخيب مع الاسف خابت نعم. يعني بينما جاب رغم انه كان هناك كان اعتراف كبير على كاتانيتش كمدرب واسلوب اللعب يعني وعمله الكابتن استقطب مدرب رائع جدا بس نعم. المشكله تعرف كره القدم يراد لها كثير من الحظ من هالادوات ايضا بالضبط فما توفق الفريق يعني المباراه الاولى يعني يمكن حكيت اكثر مره بالاعلام نعم المباراه الاولى مع كوريا
هي اللي اثرت علينا بشكل كبير. تعادلنا قدم مباراه جيده، قدم مباراه والشارع تفائل مع الفريق وتواكب الفريق بالمعسكرات وكيف يتعامل مع اللاعبين والحديه اللي كانت يملكها. فالجمهور تفائل جدا بهذا الموضوع، حتى الاعلام كان تفائل. القش اللي قصم الظهر البعير مباراه ايران، رحنا مسترخين بالضبط، رحنا مسترخين، رحنا واثقين من فريقنا انه راح يفوز، لان احنا ويا كوريا في سيول تعادلنا. كيف مع الفريق الايراني اللي سبقنا فزنا عليه في اخر مباريات في عمان؟ الخساره هاي اثرت جدا يعني. وتعرف انت الاعلام اكو من محيب اكو من متربص لك بهذا الموضوع، فصارت فرصه لكل الاعلام ينتقص من الاتحاد، ينتقص من المدرب. الكل يسال ودائما هذا السؤال اللي خلينا نقول الوارد دائما، هو ليش العراق ما يتاهل كاس العالم مثل ما صار بال86؟ وهل كابتن انت جنت بال86، هل كانت التحضيرات للمنتخب نفس هذه التحضيرات افضل اقل أسوأ جيده؟ شلون كانت في وقتها؟ لا لا، كانت معسكرات، احنا معسكرات كل معسكر اكثر من شهر، مباريات على مستوى عالي. كنا نستقطب فرق أندية عالمية بالضبط، أندية عالمية. والحقبة الثمانينات تقريبا كابتن عمو بابا كان هو صاحب القرار بالموضوع، يعني هو اللي أهل الفريق، هو اللي أنبت بذرة الفريق رغم تغيير المدربين، بس البذرة الأولى عمو بابا الله يرحمه. استقطب اللاعبين، استقر اللاعبين. كابتن، ظهور اللاعبين واختفاء ظهورهم بقوة واختفاء، هذا شنو تحلله؟ عدم الاستقرار. يعني شوف، انا مثلا رغم كنا ننتقل احنا مو بارادتنا، بس الفتره الذهبيه اللي كانت مع الزوراء لمده 7 مواسم، عدم التنقل من نادي الى نادي، استقرار في مكان، استقرار ذهني، استقرار فني، استقرار علاقاتك مع زملائك بحيث انت تحس نفسك كعائله. نعم، وانت مريت في هذه المرحله، هذا يجلب الانجاز. الان التنقل لاكثر من نادي بسبب الوضع المالي، بسبب الأمور الإدارية، هذا أثر بشكل كبير على مستوى الكرة العراقية بصورة عامة. طيب، يعني يمكن أنا وأنت جاي أنت محضر هواي أمور. نعم. لأنه أنت من يمكن ولا حارس مرمى سلم من عندك، صح؟ نعم. أنت كابتن من جيلك أنت يمكن أكثر، يعني بقيت يعني معمر بالملاعب، كان ممكن أيضا أتعمر. يعني لحد ال 35 بقيت العب. نعم، وهذا نعم. طبعا قليل يعني في وقتك يعني او في جيلك. بالضبط، يعني انت 97 اعتزلت. وطبعا اعتزلت وكان اكو يعني كان المفروض تكمل. اي بالضبط، يعني كان حادث. حادث، نعم بالضبط، صح. كان اكو امكانيه كابتن، صح؟ نعم. انت لعبت بالصناعه اخر موسم؟ بديت اي اخر موسم بالصناعه لعبت. انا قلت لك بالكواليس وحده من الاشياء، انا كنت حاضر بيوم سجلت هاتريك في احدى المباريات، كنت افتتاح الدوري نادي الجيش. على نادي الجيش، صح. انا كنت حاضر بالملعب، كان الكابتن محمد طوره الله يعطيه الصحه والسلامه هو مدرب الفريق. كابتن، نعم نعم، هو قلت لك الانسجام والفريق العناوات ما تتنقل بسهوله، هذا يعطيك نوع من الاستقرار الذهني. يعني تعرف شو قبل الكابتن كان لاعب من ينتقل الى مكان كان فد العمليه الموضوع صعب، هسه اليوم يروح للجو يرجع للزو، هذا انتقال للزوراء والجوي بالتحديد كابتن الغريمين. نعم. انت تشوفه صحي ولا هذا بي خطا كبير؟ اي صحي ما بي، يعني شوف اللاعب ينتقل على وضع مادي، يعني اغلب اللاعبين ينتقلون بسبب وضع مادي، يعني مبلغ شوي اكثر يروح هنا، يعني ما نقول قل الوفاء، يعني المفروض واحد يكون اكثر وفاء لنادي لجمهوره. برايك انه مو المفروض تكون اكو وثيقه عهد؟ هذه منظمه الاتحاد، ما ينظم النادي ما بين الانديه، قصدي ادارات الانديه، انه ما يصير لاعب ينتقل من هنا لهنا بسبب الحزازيات. صح، احنا المفروض انا بتغيير شخصي حتى تستقر وضعك لازم تكون اقل شيء 4 سنوات توقع. نعم. الان الاتحاد اقر وثيقه انه يعني اقل شيء لازم 2 سنين وممكن قابل للزياده. ممكن ماكو واحد يشبه كريم صدام شفته بهاي كل الفترات الزمنيه؟ لا، كثيرين لاعبين جيدين ربما افضل من عندنا، بس تدري كل لا لا انا يعني كابتن كريم صدام معروف كان هذه الماركه المسجله، حتى طريقه تسجيلك للاهداف هذه كانت حتى يعني ممكن حتى اللي يعرف كريم صدام اول ما يشوف الهدف يقول لك هذا هدف كريم صدام. هو تدري تشوف لربما انا محظوظ، يعني لعبت في فرق مثلا الرشيد، الجيش، الصناعه واخرها في الزوراء،
ربما أنا محظوظ ألعب في هكذا فرق زينة ومعاي زملائي. أنت لو ما عندك لاعب يوصل حارس مرمى جيد يعني كتوليفة جيدة ما ممكن تحقق هذا الشيء. جماعية مو لعبة جماعية، وأنت تترجم جهود فريقك إلى أهداف. يعني أنا مثلا دائما أتحرك بالمنطقة الجزاء اللي هي يمكن تحرك والسجل أكثر ما لو تراجع الأهداف شوفك وحركة قبل الهدف تمركز جدا مهم، بحيث تكون صعب على الحارس صعب على المدافع، وهي ما تجي إلا بالخبرة والتفاهم مع زملائك. فأنا ربما كنت محظوظ أنه ترجم جهود فريق إلى أهداف وتوقف في ذاكرة العالم. نعم. وهذا أعتبره يعني أنا يعني محظوظ أكثر من زملائي لأن كنت أنا اللي أسجل. كنت تشكل ثنائي أنت وكابتن أحمد راضي. نعم. في الزوراء حتى بطريقة تسجيل الأهداف كانت أيضا بها تشابه كبير. صح. بغض النظر عن علاقتك بالكابتن أحمد راضي اللي هي أنا أعرفها وطيدة جدا وقريبة جدا للمرحوم، شلون كنت تشوف أحمد راضي؟ شوف الوضع النفسي جدا جدا مهم. نعم. علاقتك مع زميلك وتحب له الخير وتحب له يعني يتوفق. نعم. بالضبط. فكنا بهذا النفس نلعب مع بعض. ممكن جمهور يتذكر في سنة من السنين كنا متعادلين بالهدافي الدوري وكنا كيف نتعامل، أنطي وينطيني في سبيل. نعم. السجل والأخير أنا سجلت يعني بتحويله من عنده. انا محظوظ لعبت فيه حمد الله يرحمه لين كان احمد تدري خف سرعه اسم وهو برز لك نجم كبير. نعم. فكانت كل الفرق تركز عليه، يعني تركز عليه بحيث يحاوطون مدافعين ملازمه الفرديه، فهذا اعطاني فرصه او مساحه اقدر اسجل بيها. وكثير من الاهداف يعني عندي من الاهداف اللي اعتز بيها على الشرطه غير هذا الهدف اللي سجلته بالفراده كرة في الجانب، يعني مو هذا الهدف اللي بهذا الملعب كان مليان. بالضبط. هذا غيره. كره جانبيه كلهم راحوا على الله يرحمه احمد، شوف بس هذا شاليها تشبل يعرف وين واقف براس بنحل الهدف على عماد سجلته. يمكن مقصيه صح؟ لا بالهواء وطحتها. نعم. وهذا مقصية صح غيرها. صح كانت. صح. هذا من زين انا حافظ لك اهداف. اي لا طبعا. فهذا هذا يخليك انت امام ضغوط اقل ما تكون وحدك. انا لعبت قبله بفتره كان الملازمه جدا لي ويقللون من اهدافي. بينما هو كان الكل تركز عليه وكان ما شاء الله عليه يخلص منهم يعني مهارته. بصراحه قد اختلف الزوراء عن يعني عن خلينا نقول زمنك عن زمن اللي موجود عن اللي قبله عن هذه الفترات؟ اكثر من 80%. اي طبعا طبعا طبعا. لا الزوراء مدرسه وكانت السهل الممتنع. يعني مو بس الزوراء، كلها ترى يعني شلون ما بيها ضوابط. الشرطه انا الشرطه لعبت لهم موسم صح وسافرت. مو هو الشرطه هذا اللي السابق يعني. كانت كره سهله، كان دقلص عزيز الله يذكره بالخير وفيصل عزيز مدربين انه كره سهله ما تحس بيها لا بيها شوت لا بيها لعب عشوائي، كله منظم مرتب وعلى اسس تطبقها بالتدريب تجي تطبقها بالملعب. انت كابتن لعبت للمنتخب بفتره كان صعب جدا واحد يحصل مكان. ظلام حسين واحمد ابو هي. نعم. يعني شلون قدرت تحصل فرصه؟ يعني تتحدث لي ايضا عن هذا الهدف الشهير يعني. يعني وانا سمعت معلومه بعدين بعد ما انت تجاوبني على السؤال اريد اقول لك عليها. هم كانوا متألقين يعني أحمد ما شاء الله عليه وكان. نعم. حسين سعيد رحيم حميد كريم هادي كان إيشو. نعم. والقامة تطول لربا عذرا أنسى أحد المهاجمين بس كابتن حسين يعتبر أقدم منك بس هو مسيطر على الفترة يعني. واكب جيل فلاح ومن ثم استمر كمل كأس العالم أولمبيات. نعم. أولمبيات 84 أنا بطولات الخليج كان هدافها. نعم. فبقى متألق بس حسين كثرة الإصابات الفترة الأخيرة. لذلك اعتزل حتى في كأس العالم. أيضا أبو عمر كان لاعب لا مميز خطير مميز حياته أكيد أرقام يعني. تتكلم عنه. نعم. يعني بأي بطولة يعني هداف يمكن أتذكر مرة لعب ويانا كابتن حسين يمكن رايحين بطولة من البطولة انت؟ لا أنا يعني ما لحقت عليه كلاعب. لكن لعب لحقت عليه الاستحاد. لعب ويانا المباراة هي تدريبية. نعم. هو بوزنه هو شوي صاعد فاجأنا بطريقة الحجز للكرة وحمايته للكرة والتسديد بالقدم اليسار مختلف. لا. صح. نعم. عنده خصوصية أبو عمر يعني إذا حجز الكرة للكابتن حسين خلاص يعني من الصعوبة تأخذها من الكرة. احمد كان بالخفه هاي احنا نتدرب نشوف المهاجم عمله نادره حرام عمله نادر مع العلم العراق كان يخرج مهاجمين قلت لك يعني كان الاسماء رنانه بالتهديف بالبطولات يعني اغلب بطولات الخليج احنا ولدنا هدافين صح والدليل انه عندنا وفره تهديفيه عندنا لاعبين متميزين تحكي لي عن الهدف
انت انسالت هو هذا السؤال. اي صح. لا والهدف الهدف يعني فعلا يعني ربما من العلامات المضيئه بحياتي تاريخي انه تدخل في وقت متاخر. نعم. كان ثامر محسن الله يرحمه كان يمر بقدرات الهجوميه لان هو الرجل نقلني من اللاعب الوسط الى الهجوم في نادي الصناعه. نعم. وظل يتابعنا الرجل يعني يتبنى اللاعبين يتبنى تبني معنوي. نعم. حتى من استقطابات المنتخب استخدامه هو كان الرجل من الناس اللي دعونا للمنتخب. أي. فكان وضع محرج بعد ما خسرنا مع الكابتن أكرم يمكن ثلاثة أتذكر ولا هو تاريخ بعيد. نعم. فمباراة الإياب كان هو وواثق ناجي الله يرحمه. أي. أكو قصة بهاي قبل أكو أنا سامع قصة. شلون؟ هو الكابتن واثق ناجي. أي. عن التحضير للمباراة أكيد شيء. إيه كابتن الله يرحمه كان خصوصية عنده يعني دائما يعني عنده قفشة. كان تحضير للقرعة وكذا أكيد شيء. هو إيه إحنا. تحكي لي عنه لو شنو؟ لا هو الرجل يعني عنده تحليلات. نعم. غير منطقي أحيانا يصيب. توقعات يعني قبل لاعبين. كثير من الأمور اللي كان يحللها بشكل آخر تدري هو رجل سياسي يعني كان قومي ومشتغل سياسة عنده حدث وكان يوفق الله يرحمه اشتغل في دول آسيوية فهي كل الخبرة ترجمها بالمنتخب الوطني ونجح بالموضوع لأنه كان خبير بس مع ذلك ما استمر بعد هذا استقطب كادر ترجع لي على الهدف الهدف اجى نتيجه جهد يعني الكره كانت من عدنان نعم. انا زين متاخر حقيقه فكان حفزني الكابتن الله يرحمه ثامر كان الامل ضعيف ضعيف جدا يعني انتهت المباراه نعم. تقريبا فصار اختلف اسلوب اللعب انه دائما يلعب طويل في منطقه الجزاء نعم. فقال لي دائما تمركز في منطقه الجزاء لانه قلت لك يحس انه ممكن يترجم الى شيء ويبقى توفيق من رب العالمين ومهارة أكيد يعني أنت توصل على كرة قريبة إذا تضربها بشكل قوي بوز الحذاء تطلع فوق العارضة صح إذا أقل ربما الحارس يجيبها فرسلنا خط وهمي تعرف أنت لازم نفكر تسوي شيء رسمت خط وهمي هذه ثواني طبعا ضروري خط وهمي. ضروري هذا الجيل يسمع هذه هذه الأمور المهمة فترسم خط وهمي إنه وين تخلي الكرة مالتك شلون تحط سيناريو كابتن يعني اليوم أنا حتى أنا كنت يعني مدرب يدربني كابتن أحمد جاسم كان يقول لي دائما قبل المباراة خلي سيناريو للمباراة تخيله صح هذا يمكن كثير من اللاعبين غائب عنه يعني ما مثلا لحظات يعني يغمض عينه شوي ويفكر شلون يسوي سيناريو انت شوف ده تقول انت انا سويت خط وهمي وين راح اتحرك صح بهذا المكان يعني. بهذه القوه انه ممكن يسجل قلت لك لو اقل ربما الحارس مديده اقوى لربما ضرب العارضه وتطلع اوت ف يريد لها مهاره تركيز في وقت قاتل يعني وقت خلاص انتهت المباريات والحمد لله قلت لك استحكمت بعد الهدف ما اخذت الفرصه ايضا الكافيه صح هو قلت لك وجود حسين وجود الدمرون لا هم الولد مسيطرين على المرحلة بمهارتهم يعني بس اليوم لو خلينا نقول بهالزمن واحد يسجل هدف تأهيل بعد ما يقعد ها يعني حتى ما ترشحت لي كأس العالم إيه لربما ضارت النافعة يعني احنا في كأس في بطولة الخليج اللي أقيمت في البحرين في الثامنة استدعينا الفريق الثاني أنا وكابتن نعم الله يرحمه باسم قاسم وعماد جاسم ورحيم حميد فرحنا على اساس قوه نزيد الفريق نعم من خساره كان ترتيبه ما قبل الاخير فريقنا ما كان موفق بالبطوله وبعدنا فقط عماد ورحيم حميد راحوا من البحرين الى المعسكر بالبرازيل انا وناظم وباسم رجعنا لبغداد وبعدنا عن المنتخب بعد تغيير الكادر التدريبي افريستو فأفريستو شافنا في بطولة الخليج فهو كان يدور على بنية جسمانية وماشي فهو قال لهم أريد كابتن يعني كابتن نظم الله يرحمه فوق شخصيا وآني هو استقطبنا ودخلنا إذا تتذكر مع الأربع فرق ولعبنا هذا اللي كابتن اللي الآن ما موجود هي قضية أنه أكثر من الكرة الأخيرة كانت تملك أكثر من منتخب وكلها قادرة على أن تشارك بالبطولات بالضبط. وقادرة على أنه أيضا تحقق نتائج والدليل الفريق الثاني اللي راح للمغرب احنا كنا اخذ بطوله العرب كانت نعم فبقتها الاولمبيه قررت انه تستقطب بعض الكابتن احمد ورعد ممكن شاكر نعم كريم هادي وعناد كم واحد يعني خمسه من عندنا سته قالوا هالفريق الثاني راح مشاركه واحنا كنا نعد لكاس العالم نعم
راح الفريق جاب أخذ البطولة ورجع. يعني كابتن أنور جاب البطولة وإجى. وبينما المباراة الأخيرة أمام المغرب، المغرب كان من الفرق العالمية، كان اللاعبين مميزين. فمثل ما قلت حضرتك يعني إحنا كنا أكثر من فريق وأكثر من 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 مهاجم. خيار صعب بالنسبة للمدرب. إيه. يعني شلون يختار المجموعة؟ خيارات يعني صعبة فعلًا يعني حتى على على مستوى الحراس. إيه. يعني رعاة سيطر فترة طويلة ظلم كثير. صحيح. يعني كانوا حراس كلهم مميزين. كاظم شبيب، فتاح العاني، يعني فتح الصيف كثير من. ممكن سمير عبد الرضا. سمير عبد الرضا. سهير صابر. كريم ناعم في وقتها يمكن بداياته. كريم نعم صحيح. فما جتهم فرصة لأن أكو حارس متميز وهذا المركز يلعب بي واحد. يعني هذا الأصعب. وناتك من الصعوبة. نعم صحيح. فشوف يعني كان يعني ما أخذها بجدارة لأنه عندنا حراس جيدين. زين. هسه يعني مستعد للجزاءات؟ يلا انت مستعد مو بعد يعني يقول لي اني وكذا و... لا لا صار لي هواي من الدرب لا 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 نحن عليك بعد كمان الملاعب ضدك ما سجل عليك فارجع سجل اليوم ضروري ها حبيبي كافي الله يحفظك يلا منذ ان شرب العراقيون من نخب مونديال كأس المكسيك واسمه ما يزال رنانا بعد الهدف الذي قطع فيه الحد الفاصلة في مرمى الإمارات هذا الهدف الإلهي كما وصفه في مقابلة صحفية يعتز بها ضمن أرشيفه الشخصي مع صحيفة الجمهورية العراقية عام 1986 كابتن بما أنه أنا ما أريد أتعبك يقولون الفتنس وأنت قلت لي الفتنس مالي مو جاهز لا لا جاهزين إن شاء الله وتدي الملعب وياك هذا قبل عليك حبيبي كابتن كابتن وجينا لهذا للحسم المحك الأساسي لا إحنا الفقرة هذه كابتن هي خمس ضربات جزاء وخمس أسئلة نعم أسألك سؤال وأيضا بعد التسديد تسجل لك حق ما تجاوب اما اذا ضيع فمجبور تجاوبني على الاسئله فالجواب يكون بعد التسديد بعد التسديد تمام اكيد راح اسجل هنا حلو حلو كابتن سؤالي الاول وضربه جزاء الاولى كثير يتحدث عن انه كابتن كريم ترك التدريب بسبب شخصيته العاطفيه والمتسامحه واللي هذه ما تتوالم مع اللاعبين زين هذه اول واحدة تعال هنا كابتن ايه؟ هنا 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 جاوبني نعم ايه سؤال انه الكابتن كريم ترك التدريب بسبب انه هو متعاطف يعني ما عنده حده بال 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 بفرض هي بيها بيها نوع من الصح لا لا الحده موجوده شوف اكو اسس تدريب لازم اذا ما تكون تمتلكها ما تنجح كمدرب لا. الحده والانضباط واخصاء المسيء بس احيانا الفرق الجماهيريه مشكله يعني لازم دومك غالب لازم دومك بالقمه وهذا مشكله انا الحقيقه ما اتحمل انه احد يعني يشتمك يسبك او يغلط عليك انت في هذا العمر الاخير نعم صحيح وكذا فهذا السبب الرئيسي حقيقه خلاني ابتعد عن التدريب حلو واحد من يجاوبني بهدوء بدون دبلوماسيه اي لا صح جزاء ثانيه كابتن اي شوف من هسه قدمت هاي راحت اي هسه اوكي يلا. جزاء ثانية والسؤال الثاني برأيك من هو أفضل مهاجم بتاريخ الكرة العراقية؟ كابتن هنا هذا طبعا كرم منك إذا تجاوبني وإذا ما تجاوبني طبعا أنت لك القرار نعم لا ما ممكن تقول يعني مهاجم بالمطلق صعب كل حقبة لها ناسها كل حقبة لها وضعها طيب انطيني ثلاثة حتى شوي اي لا ايه. بالفعل يعني احنا حقبة عمباو ما لحقنا عليه يعني بس يقال بالإعلام ان عمباو كان من المميزين جدا يعني نعم. الفترة اللي بعتها بتقدير الشخصي هم اكثر من واحد يعني كاظم مع الفلاح حسن عمو يوسف كان طيني ثلاثة اسماء كابس فلاح لازم فلاح حسن تاريخ الكرة العراقية لو بتجي حقبة 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 طيب يعني عمو فلاح بعد اسمين فلاح أحمد وحسين هذول يعني هو شوف ماكو واحد مطلق وقلت لك يعني لا هو طبعا يبقى رأيك يعني أي. بس أنا أتكلم عنه يعني رأيك عن ثلاثة مثلا إذا ناخذ حسين وأحمد وفلاح وعمو باوي الفترة السابقة تمام جزاء على أساس ما جاوب جاوب هاي هنا
اي كابتن صار اثنين قولهم كلهم لعب كابتن ضربة جزاء ثالثة. سؤالي الثالث، انت زميل الكابتن عدنان درجال لفترات طويلة، شلون تشوف اليوم عمله كإداري باتحاد الكرة ووزارة الشباب؟ راح تقول ها؟ اقول احنا اليوم راح نعاني وياك مهاجم وهداف تكنيك. اي كابتن عدنان جاب ظروف يعني المحيطة به، يعني هو كإنسان كشخص كتعامل رائع جدا، يعني ما عليه أي شائبة، بس يجي في ظروف صعبة. يجوز حكينا في هالموضوع على كابتن عدنان، لو جاء بظروف أفضل، وضع سياسي واجتماعي وثقافي. رأيك بالعمل كابتن؟ هو بالعمل هو شوف ده يحاول وده يشتغل الرجل، بس ما ده يتوفق بكثير من الأمور. سبب هو ولا سبب عدم توفيق؟ سبب هو ولا سبب المحيطين ولا سبب ظروف المحيطين؟ ولا كل واحد يريد ينجح، كل واحد يعمل طبيعي، بس احيانا الظروف ما تخدمك او الوضع العام غير. يعني استعان بكم بما انه انتم زملاء لفترات طويله، استعان بكم وقت انهم الفتره الاخيره؟ لا، كنا بالبدايه احنا معه، يعني قبل لا يستأذر كنا معه وقريبين عليه. تعرف انت كل مرحله لها ناسها، تقدير الشخص اذا ربما، بالعكس احنا داعمين اليه وقريبين اليه، فنتمنى له التوفيق ان شاء الله. بقت عندنا جزائر، جزائر لازم افوز. يلا كابتن، هاي الكرة يعني وين كان تفوز علينا، فاحنا يعني هذا شيء جميل يعني. طبعا سؤالك. سؤالي الرابع كابتن، يقال انه وجود الكابتن كريم صدام في نادي الزوراء كمستشار هي مجاملة لباقي لاعبي ونجوم الزوراء. انا اللي اقول عليك. الأخير راح حصلتها. خلص بعد انت فزت. كابتن لا يعني كثير يتحدث عن انه هو يعني هي في سبيل بس حتى نجوم الزوراء يعرفون انه اكو نجم داخل. بالعكس اريدك ترد يعني. لا بالعكس، انه راي وانه كثير من الامور، بالعكس احنا قوه للزوراء والنادي مفتوح لكل النجوم، يعني ماكو واحد اجى نجم من الزوراء واحد قال له لا تجي او لا تلتقي او لا، بالعكس الفئات العمريه كلهم لاعبين زوراء. بس كثير من النجوم كابتن يتحدثون بالاعلام على انه يعني اداره الزوراء متمثله بالكابتن، فلا اكيد انت لاحظت كابتن، يتحدثون انه عن رفض الاداره او يعني عدم الاستعانه بهم او عدم انه حتى سؤال عنهم يعني. كابتن انت لعبت بالزوراء، نعم، ايش قد يسوع بالنادي؟ لا يعني اكيد هو اكيد اكو عدد الفئات العمريه، نعم، كلهم ولد النادي، يعني ولد النادي اللي زالوا كابتن فلاح ورائد وكلهم موجودين، عبد الامير ناجي، عامر زايد، فتاح، يعني كثيرين من يعني كل الفئات العمريه من فالنادي ما يستوعب، يعني هل كل اللي لعبوا بالزوراء المفروض يشتغلون؟ واغلبهم يريد يشتغلون بالتدريب. هاي المشكله، يعني ثاني يشتغل بالعراق كله يريد يشتغل بالتدريب. فما يجي مثلا كاداري او يجي مثلا محيب هسه مثلا، انا هم عندي طموح ادرب، بس ما في يوم فكرت او قلت للاداره اذا ادرب نادي الزوراء او ادرب فئات عمريه. موجودين اخواننا دا يدربون وموفقين بالمظاهر، بالعكس هذا، فهي تبقى ثقافه الشخص. تمام. اخر لا اكيد اكيد كابتن. يلا. اخر ضربه جزاء. عليس. كابتن سؤالي الاخير، احنا تعبناك اليوم. لا بالعكس، بس حقيقه متونسين وياك. الله يحفظك ويسلمك. سعيدين جدا. ليش ما اشوف كابتن كريم صدام مرشح ب يعني كل التسميات بالمنتخبات الوطنيه، اذا كان على مستوى التدريب ولا كان على مستوى الاداره؟ حلو. مبروك كابتن. احسنت. مبروك. بارك الله فيك. الله يخليك. نعم. انا احس يعني تاخذ منك اكثر ما تضيف لك، العمل الاداري بالظرف الراهن. عدم توفر الامور اللي تساعدك يعني بالنجاح. طرح عليك كابتن، رشح عليه يعني نائب بالمسابقات، نائب رئيس، ورفضت لانه بالظرف الراهن صعب، يعني عوامل النجاح، يعني اي قرار ما ترضى الجميع، يعني ورضى الناس غايتهم لا تدرك، يعني انا مثلا نغير مباريات، نقدم مباريات، ناخر مباريات، وثاني انت محسوب على الزوراء، اي تصرف ضد الشرطه بالضبط ماخذ. فالحقيقه هو الطرح من قبل الكابتن غانم عريبي، نعم، قبل فتره، وصعب يعني صعب الشغل بالظرف الراهن.
ولا على مستوى المنتخبات كابتن في فئات العمرية. المنتخبات ما عرض علينا كمدير إداري أو مدير فني أو ما عرض أو مستشار علينا. فني عفوا يعني هذه المسائل ما عرض. احنا هم طارح وضعي بالنسبة لهم، يعني تعرف هم الناس مضغوطين، يعني كل ولدنا اللي خلصوا مثل ما قلت حضرتك كلها تريد تدرب كلها تريد، وهذا منطق أنا أعتبر، يعني يقول لك مردود مادي، أنا مثلا أعيش عائلتي طلعت من الرياضة ما عندي مردود مادي، أغلب ولدنا متعينين في وزارات ضعيفة مردودهم المادي 400-500 ألف، وتعرف أنت التزامات عنده. فبالعكس أنت نوات من تكون خفيف الظل على المسؤول مرحب بك، وهذا أفضل. أنا جدا أشكرك وتشرفنا كابتن بحضورك ووجودك بالبرنامج، أضفت لنا الكثير حقيقة. حبيبي أنا شرف، منالك كل التوفيق، سعيد جدا بالدعوة الكريمة والعافية وتألق دائما. يحفظك يا حبيبي كابتن. أنا هنيك وبارك لك على هالنشاط المتميز. شكرا لك. شكرا كابتن، الله يخليك، الله يحفظك. لاعب السهل الممتنع، المتحرك المحظوظ المترجم لأهواء الكرة في زمن كان المهاجم عملة نادرة. كابتن ذكريات كثيرة والأحداث والتواريخ أمور كثيرة مر بها الكابتن كريم صدام، لكن أنا اختارينا لك كم صورة أريدك تشوفها وتعطيني تعليق عنها إن شاء الله. ماشي. عندنا إحنا شخصية خاصة تجي منها هاي الصور المختلفة. أول صورة هذا التألق مع نادي الزوراء، كان فريق من نعم. حصلنا أكثر من بطولة، أكثر من وكنت فيها هداف الدوري في هذا الموسم. أي. كابتن أحمد راضي، أحمد جاسم، سلام هاشم. إيه لاعبي منتخب ذولي قاعد. في موسم 91-92. نعم. إيه فهذا عام التألق. شوف الجمهور. حتى كان الأناقة هذه واللبس الجميل. إيه يعني. بالضبط. يعني شوف حتى نشوف الجمهور ما شاء الله عليه. جمهور نعم. إيه. كانت النتائج زينة فكان الجمهور دائما يجينا. فمن الصور الرائعة هذا حقيقة. زين. كابتن الصورة الثانية أيضا من الصور المهمة التاريخية في كأس العالم. نعم. يمكن يعتبر من جيل الذهبي اللي مر فيه الكرة العراقية، يمكن نعم. أجيال 2007 و2000 يمكن 94 كان نعم. فريق مميز. فهاي من الصور الحقيقة مميز جدا. شلون اللعب بكأس العالم كابتن؟ والله حلم يعني شوف نعم. تلعب في كأس العالم يمكن أقوى بطولة بالعالم. نعم. بس مع الأسف ما كان إعدادنا بالشكل الجيد يعني معسكرات. كانت تكون نتائج أفضل. كان بالضبط كان نتائج تكون أفضل بس ما كان إعدادنا جيد، بس مع ذلك نتائج كانت حلوة يعني ما خسرنا بفرق شاسع وكنا فريق جيد. الله. هذا صورها الطيب الذكر هيثم فتح الله. نعم. مصور هذه صورة الهدف قبل تسجيل الهدف المؤهل لكأس العالم. بلحظات فعلا. حالة خطرة هنا أنت. حالة خطرة نعم. بس هو تدري يعني. ايه يعني هي كانت لما ماخذها بصدر بسرعه نعم كان يحصل نعم يعني صحيح بس تدري هاي لحظات الاجزاء الثانيه زين انا ما اريد يعني اريدك دائما تكون سعيد بحلقتنا لكن هذه صوره اكيد لها معنى كبير. اي والله هي بسنغافوره احنا كنا على طول مع بعض يعني الله يرحمه الناطق المرحوم ناطق هاشم المرحوم اي وكان دائما انا يعني شاكر نعم كل اثنين بغرفة دائما تكون أنا وأحمد أو أنا وناطق يعني مع بعض من ذكريات في سنغافورة من النجوم الكبار اللي مروا على الكرة العراقية أحمد راضي والكابتن لا دول أيقونات الكرة العراقية دول صحيح. طيب أنا أريد أخذ آخر صورة من الصور اللي ممكن تكون مهمة جدا. الحمد لله عائلتنا يعني ما طول احنا ويا ابو جواد الشقيق الاكبر كاظم نعم. هو في حياتنا الكابتن كاظم الله يحفظه والكابتن نعيم يعني هو الراعي الرسمي للبيت نعم حلو الحمد لله حلو هذا التجمع يعني الله يحفظك كلهم رياضيين كابتن كلهم رياضي يعني اذا ما يلعب فهو يعني مشجع ومحب اي على رياضيين الله يحفظكم يحفظك ويديمكم اكيد كابتن يعني مره ثانيه اقدر اقول لك انه شرفتنا وانستنا حقيقه استمتعنا جدا باللقاء من لطفك يا عيني انا شكرا جدا كابتن. الله يبارك فيك شكرا لك كابتن حبك ان شاء الله الله يبارك فيك. حلقتنا انتهت انتظرونا بالاسبوع المقبل حلقه جديده وضيف جديد.